بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد بصحبتكم معلقكم الرياضي طارق الأدور وأحداث مباراة هذا الأسبوع رقم 12 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، ولقاء الإسماعيلي على ملعبه في استاد الإسماعيلية أمام سيراميكا كليوباترا. ما أجمل سماع النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية قبل أي حدث رياضي، تقليد جميل يجعلنا ننظر إلى الأمام باستمرار وننظر إلى مصرنا الحبيبة بكل تأكيد، نطمع في تفوقها الكروي بعد يعني ما حدث في كأس الأمم الإفريقية. اللقاء اليوم يجمع بين الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، هذا اللقاء في إطار الأسبوع رقم 12 لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم موسم 2023-2024. ما ننساش أدي محمد إبراهيم كابتن تيم طبعا سيراميكا كليوباترا وأحد النجوم المخضرمين في الكرة المصرية، وعبد الرحمن مجدي أيضا أحد نجوم النادي الإسماعيلي. مباراة اليوم لا بديل فيها عن الفوز لكلا الناديين، نادي الإسماعيلي طبعا للهروب من المنطقة الخطرة والعودة إلى فرقة الدراويش للفنون الكروية والتألق من جديد، بينما فريق سيراميكا كليوباترا دائما يدخل في هذه المباريات كقوة جديدة، يعني يمكن قوة هائلة في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة أثبت وجوده، ويكفي أننا نقول أن هذا الفريق اللي عمره في بطولة الدوري 3 سنوات ودي الرابعة نجح في تحقيق لقب، عنده لقب ويسعى للقب الثاني بعد وصوله منذ أيام إلى الدور قبل النهائي أو الدور النهائي لبطولة كأس الرابطة. أدي تشكيلة الإسماعيلي صاحب الأرض قدامنا النهاردة، أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، أمامه رباعي في خط الظهر المخضرم عصام صبحي ومحمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر أحد الانتقالات الشتوية الجديدة المنضم من الزمالك، نص الملعب محمد بيومي وعمر الساعي ومحمد حسن، وفي الهجوم عبد الرحمن مجدي ونادر فرج وإيريك تراوري أيضا اللعيب الجديد المنضم جديدا إلى تشكيلة النادي الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية. سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي اليوم، محمد بسام في حراسة المرمى أمامه عبد الرحمن بودي وأحمد رمضان بيكام ورجب نبيل ومحمد شكري، ده خط الظهر، محمد ابراهيم ومحمد توني في نص الملعب، اثنين ارتكاز وقدامهم صديق اوجولا واحمد قندوسي، ثم فيبور اكيم تحت راس الحربة المتقدم الامامي النهارده احمد ياسر ريان، ونتمنى التوفيق للحكام المصريين واستمرار المسيره الناجحه اللي عملوها في كاس الامم الافريقيه. بدات المباراه، هيبقى على ايدنا اليمين فريق سيراميكا كليوباترا بزيه المعتاد اللي هو الفانيلا النبيتي كده والشورت الابيض، بينما الاسماعيلي على ايدنا الشمال بالزي البرازيلي، وهذه الكره بيعدي بيها بشكل كويس قوي دسوقي، حطها في الامام، يا ولد يا ولد على الاستلام من نادر فرج والتسديده، يا 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 على الفرصه، انما الاستلام حلو قوي بمشط الرجل كده والتوقيفه والرشاقه الحلوه، صديقه جوله اتنقلت مرة تانية وهاتوا خد، وادي تسديدة انما يمسكها احمد عادل عبد المنعم، تسديدة على طول من احمد ياسر ريان انما في ايد احمد عادل عبد المنعم. تمريرة امامية للنادي الاسماعيلي، بدأ يهدى النادي الاسماعيلي شوية، نادر فرج هو اللي بيكمل من ناحية الشمال دلوقتي ووراه حاتم سكر، وادي الكرة والتمريرة البينية، يا ولد يا ولد يا ولد، بقول يا ولد من قبل ما يلعبها، يا 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 لسه بقول لكم لما وقف من شوية على مشط رجله هي تلات ارباع الجول او بقى دي 90% من الجول التوقيفة، وبقول لكم ان نادر فرج عجبني جدا، لعيب صغير في السن عنده 21 سنة ولاعب مع الاسماعيلي اغلب المباريات، لكن بصوا يا جماعة التوقيفة بالترقيصة، بصوا التوقيفة بالترقيصة فيها 90% من الجول، بصوا اهو ادي الكرة ايه البينية، سلام يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ضربة الرأس دي الكرة اللي سندها براسه ديت هي تلات ارباع الجول، هي تلات ارباع الجول، وقف الامام لقندوسي بيتحرك في كل مكان، حرك في كل مكان الحقيقة، وادي الكرة العرضية والرأسية، يا صديق جولة من اللعيبة المميزين جدا، لاعب كل مباريات الحقيقة فريق سيراميكا. ترجع تاني لإيريك تراوري اللي مش شايفينه حتى الآن دور واضح مع النادي الإسماعيلي، يا ولد يا ولد يا ولد، هو جول هو جول هو جول، والجول التاني، يا رجع الدراويش رجع الدراويش
مراويش الكرة المصرية في هذا اللقاء. الجول الثاني يا ولد يا ولد يا ولد يا نادر الفرج، قبل ما يكون يا ولد يا ولد يا ولد ليه عبد الرحمن مجدي، يا على التمريرة يا على التمريرة. شوفوا لسه بتكلم على نادر فرج كلاعب هجام، بصوا الهجام هو اللي بيجري، اللي بيجري بيعمل قطع في الكرة دي. بص الكرة بقى، يا سلام يا سلام على الكرة لعبد الرحمن مجدي. اعتقد هتتراجع بالفار، هتتراجع بالفار. الفاول معمول من عبد الرحمن بودي مع حاتم سكر، ودي كوره وتسديده من بعيد يصدها محمد بسام. النهارده في ايه يا بسام، في ايه يا بسام، ده من احسن الجوال في الكوره المصريه. وادي الفار، وادي الكاميرا اهو بيقول له، اهو بيقول له خلاص شافها، شكله هيطلع احمر، شكله هيطلع احمر، طبعا هيطلع احمر، هيشاور على الاصفر، ده اتلغى اهو، هيقول لهم الاصفر اهو الاصفر، لا خلاص، ويطلع الاحمر لاحمد ياسر رجال. هذا اللاعب مشروع نجم كبير جدا في الكره المصريه، اهم مهاره عنده هي مهاره استلام الكرات العاليه، واما انه يعمل الاسيست بيها، يشتغل فيها كمحطه، او هو يعملها لنفسه زي كره الهدف الاول. الهدفين النهارده هو درس في كيفيه التعامل مع هذه الكرات. وفي هذه اللحظات يطلق هشام القاضي حكم المباراة صفارة نهاية أحداث الشوط الأول تقدم الإسماعيلي بهدفين في واحدة من أمتع مباريات الكرة هذا الموسم. نادر فرج في الدقيقة 15 وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 27. إلا توتر اللاعبين واحتساب 6 إنذارات وكارت أحمر، 7 كروت في شوط أول كان حافل بالأحداث الجميلة، ولكن أيضا كان في العديد من الخروج على النص من جانب الفريقين. هدفين 100-100 من ايام السمسميه، كانت هذا العنوان هو عنوان الشوط الاول. رمي التماس اتلعبت من بودي، عبها تاني في الامام، يطلعها دفاع الاسماعيلي. عايزين نشوف كده لو الشوط التاني زي الشوط الاول هيبقى مباراه حلوه قوي. ادي مره تانيه صديق، جول يا ولد، يا 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 يا, يا. يجيب جول بمجهود فردي وياخد الكوره وترقيصه حلوه من جوه المنطقه، يخدع الحارس والدفاع ويحط صديقه جوله. هدف اول يشعل المباراه، يشعل المباراه صديقه جوله في الدقيقه 47 من المباراه. يتولى اللاعب الهاف ديفندر وصل محمد ابراهيم، حلوه بوش رجله الخارجي، جميله 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 لاحمد بالحاج، بالحاج بالحاج، وتسديده تطلع بره الملعب. الكرة ديت كانت ممكن تبقى تكرار لكرة الهدف الأول اللي جابه برضه صديق أجولة، لعبت على طول عرضية خطيرة جدا، خطيرة ومش ممكن، يا 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 مش معقولة. رجب نبيل اللي طالع ورا فراودته عشان يلعب الكرات بضربات رأس، جات له واحدة مش ممكن مش ممكن. أدي أهو الكرة مرة تانية، ورجب نبيل بص الكرة عمل الكرة إزاي. محمد شكري على تنفيذ الضربه الحره المباشره، بيشوط كويس قوي من الضربات الحره، لكن المره دي علقها جوه المنطقه، وخطيره خطيره جدا مع رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام كان جوه منطقه الجزاء، التغطيه العكسيه بتاعت الباك الشمال، انما النجاز نزل فرق بسرعته. وادي كوره في تسلل، الرايه مرفوعه، معرفش ما سمعش ولا ايه. انما عبد الرحمن مجدي واخد انذار، احد مواهب الاسماعيليه محمد بركات، مره تانية نجم النادي الاهلي لاحقا طبعا. ادي الكوره من ناحيه اليمين، عبد الرحمن عدى عدى يا ولد، مش ممكن، يا مش معقوله مش معقوله يا عبد الرحمن، عبد الرحمن الدح بيضيع كوره، يا 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 يا, يا. من عبد الرحمن لعبد الرحمن، عبد الرحمن الاولاني عبد الرحمن مجدي، وعبد الرحمن الثاني عدى كويس قوي، عبا على طول على حدود المنطقه. عبد الرحمن الدح لعمر الساعي، الساعي يلعبها حلو قوي، اريك تراوري يا راجل يا راجل يا راجل يا اريك يا تراوري. انما في شوفوا شوفوا يا جماعه اللعب القتالي في هذه المباراه، عدا طبعا بعض لحظات كده اللي فيها خروج عن النص من لاعبي الفريقين. بصوا السرعه، ادي الكوره البينيه، هو والجول هو والجول هو والجول هو والجول هو والجول، مش ممكن مش ممكن، يا يا نادر يا يا نادر يا فرج، عامل سبرنت
حوالي 45 ياردة ومعدي، مش ممكن، جول أكيد بيضيع. كان خط كده كلام مع محمود ناصف الحكم الرابع، ما بحبش الكلام ده خالص. مباراة جميلة. أين هذه الجماهير وأين متعة الجماهير، جماهير السمسمية؟ لعبت الكرة مرة تانية في نص الملعب، وفي هذه اللحظة يطلق حكم المباراة هشام القاضي صافرة نهاية المباراة. مباراة جميلة، جميلة فنيا وجميلة تكتيكيا، ولكنها فقط الخروج عن النص من جانب اللاعبين هو من قلل من قيمة هذه المباراة الكبيرة. وادي أحد الجماهير التاريخيين للسمسمية وللنادي الإسماعيلي، 2-1 للإسماعيلي بهدفي نادر فرج في الدقيقة 15 وعبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 47 27 مقابل هدف لصديق أجولة في الدقيقة 47 لنادي سيراميكا كليوباترا. وأجمل ما في المباراة هذا العناق بين الاثنين مدربين. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، وحتى نعود نلتقي في مباراة أخرى قادمة لكم تحياتي. وفي الختام طارق الأدور بيقول لكم سلام.